أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب معا اليوم بضيفتنا الجميلة مدام إنجي من صالون إنجي. تسلمني، أهلا وسهلا فيكم. بداية مدام إنجي، شكرا لتواجدك معنا، ونتمنى تعرفينا شوي عنك وكيف كانت بداياتك مع الصالون. الاسم إنجي سليم جعفر، من سوريا، وإلي متواجدة بالإمارات من 2009، وهوايتي أو عملي مثل ما بيقولوا الكوافيرة، وبحب هاي المهنة كتير، كوافيرة ومكياج طبعا بشتغل، إلي فترة طويلة بشتغل فيها، وإجيت على الإمارات على الشغل هذا، والحمد لله بعد فترة فتحت بزنس لحالي والحمد لله ماشي الحال. ما شاء الله. مدام إنجي، ممكن تحكي لنا شو أنواع الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ خدماتها حاليا كله شعر بس، صبغات، سشوار، قص، تساريح، بروتين، علاجات، حمامات، كريم، هالاشياء هذه. ما شاء الله. مدام إنجي، لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو وين بتشوفي الصالون بالسنوات القادمه؟ شو خططك المستقبليه؟ خططي ان شاء الله لمساحه اوسع، يعني مركز كبير ان شاء الله، وحابه تكون مركزي يكون كله سوري بصراحه، لأنه حتى الحمام دمشقي رح أعمل، المساج السوري، المناكير بتكير، الواكس، الشعر، التساريح، مكياج. ما شاء الله، أتمنى لك الأفضل إن شاء الله. مدام إنجي، من خلال خبرتك في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي حد مهتم أنه يفتح بزنس هون بالإمارات؟ أنا بنصح الواحد بس يفتحها مبسط، ما يفتحها مساحة أوسع، لانه لازم الواحد يبدا درجه درجه، مو يبدا دغري درجه عاليه، يعني لانه درجه عاليه بيكون فاشل الواحد بصراحه. يعني مو كل شيء بالاعلان ولا كل شيء بانه والله انا عم بعمل هالشيء ناجحه، لا، لازم يبدا بشيء مصغر لحتى يطلع نتيجه جيد جدا. يعني نصيحه رائعه. بدايه بنشكرك وبنحب نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. دائما بيتواصلوا على رقمي صالون 050-1856882. مكان الصالون؟ مكان الصالون بالنعيمية رقم 1 بعجمان. شكرا جزيلا. العفو، أهلا وسهلا فيكم، تشرفت. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.